أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بعض الناس إذا وجد في البئر ثعلب فقتله، فهل هذا فعله جائز؟ إيش؟ يقول: بعض الناس إذا وجد في البر ثعلب فإنه يقتله، فهل هذا الفعل جائز؟ لا، ما هو جائز، ما يقتل إلا المؤذي، لكن بعض الناس يأكل الثعلب، يعني بعضهم يرى أنه حلال، بعض الفقهاء يرى أنه حلال، أنه من المباحات، فيقتلونه للأكل، لا بأس. اللي يرى أنه حلال ويقتل الصيد على أنه صيد للأكل لا بأس. نعم.